السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة حانوتك في دارك. اليوم نقدم لكم مركز الليمون بطريقة سهلة وبكمية وفيرة، إن شاء الله تجربوه وتعتمدوا عليه. كذلك بهذا المركز غادي نحضروا مع بعضياتنا عصير صحي سريع التحضير، إن شاء الله تجربوه وينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة لمركز البرتقال كيفما كتشوفوا معنا، كنحتاجو فقط للبرتقال والسكر سنيدة. عندي هنايا تقريبا 2.5 كيلو ديال البرتقال. بالنسبة للسكر سنيدة عندي 1.25 كيلو، تقريبا 1.25 كيلو. الطريقة اللي غادي نستعمل اليوم ما غاديش نعصرو، لأنه هي الطريقة الأصلية كيتعصر وكيتحك القشور الأول عاد باش كيتعصر. أغلبية كتاخد الوقت للناس. أنا غادي ننقيه، غادي نغسلو ونشفو، غادي ناخد القشور ديال نحك يعني فقط القشرة الفوقانية، ما نوصلش البيضة، ضروري ما توصلوش البيضة لأنها كدير المرورة. غادي نحكو وننقيه من القشرة ديالتو ونقطعو مرصويات صغار ونتلاقاو إن شاء الله. من بعد ما قشرته كما كتشوفوا هابا، يعني كنحاولوا ناخذ فقط القشره الفوقانيه، ما نديروش القشره البيضاء. ها هو البرتقال ديالي انا نقيته، تحاولوا حتى بحال هاد بحال هادي تحيدوها، ما تخليوهاش هاد القشره هادي البيضاء، تزولوها. انا باقي غادي نعاود نقي اللي بان ليا فيه، غادي نعاود نحيدو بحال هادو. ها هادو تيديروا المروره في المركز ديالنا. حتى انا نقيت الليمونه مثلا كامله بالموس، هيدا تخليو شي هادو صافي. من بعد ما غادي نقيه غادي نقطعو مرصويات باش نحيد منه العظم الا كان فيه لداخل. كنزولو هذا نفس الطريقه، يمكن لكم تعتمدوها في الحامض. هكا كتشوفوا ما فيهاش حتى ولو داز لكم شي عظم، لاننا غادي نديروا ليه السنيده وغادي نخليه واحد المده باش يطلق الماء. ملي كيطلق الا كان شي عظم كيبان لينا، يعني وحنا كنحركوه مره مره كردوا البال، تنحيدوا العظم، كردوا البال الا بان شي عظم طلع الفوق كنزولوه. صافي هكا غادي نستمر حتى نقي كاع الليمون ديالي البرتقال ديالي من العظم كما كتشوفوا، لانني باقي غادي نطحن هادشي، والا بقى شي عظم غيتطحن وغادي يطلق المروره. غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما نقيت البرتقال ديالي كما كتشوفوا، حاولت اني نقطعو مرصويات وخلطته في هذا البانيو كبير، درت معاه القشور ديال البرتقال. دابا كنضيفو كميه ديال السنيده، كنخلطو مره مره، كنعاودو نجيو نطلعو عليه وكنحاولو بحال كنوركو شويه بهاد يعني بشي ملعقه هكا ديال الخشب ولا هكا. غادي نخلطو مزيان مع السكر سنيده، من طبيعة الحال غادي يطلق الماء ديالو. ها هي السنيده كما كتشوف بدات كدوب. غادي نخلطو ونخليه على جنب، مره مره غادي نجي نعاود نحركو شويه، وانا كنحرك وانا كنورك بحال هكا باش كنعاون داك الماء باش يخرج، حتى كنحسو بانه السكر سنيده داب لينا كامل ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما طلق البرتقال ديالنا الماء كما كتشوفوا، ماشي حتى مده طويله باش درتو، راه قد ما خليتو غادي يزيد يطلق. نتوما كتقلبوا بحال هكا كتشوفوا الا بان لكم شي عظم كتزولوه
لو ملي كيطلق الماء كيخرج العظم، الا كان شي عظم كيخرج كيطلع الفوق. كتقلبوا مزيان، لانهم دوك العظام هما اللي كيعطيونا المروره المركز ديالنا. يعني هاد الطريقه كتبقى اسهل طريقه باش نستخرجوا مركز البرتقال. صافي نقلبهم مزيان، مابقاش كنعتقد مابقاش شي عظم. دابا غادي ندوز للمرحله ما قبل الاخيره، غادي نطحنوا. ضروري تطحن مزيان باش نستخرجوا الماكسيموم منه. غنطحنوا سواء في الروبو او الطحانه او اللي عندكم، كنطحنوه مزيان ونصفيوه. من بعد ما كنطحنوا كنصفيوه، ضروري انه يتصفى. كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنكملوا جميع البرتقال اللي عندنا. يعني كنطحنوا ونصفيوا ونطحنوا ونصفيوا، وهذا الشيء اللي كيبقى لينا هنايا يمكن لكم تنسموا به الكيك، يعني كتحتفظوا فيه كتحتفظوا به في الفريغو. كما تبغيو تقدوا شي كيك من كاد البرتقال، كطحنوه مع البيضه ديالكم في مولينيكس او لا في الطراب ولا. انا غادي نستمر على هاد المنوال حتى نكمل البرتقال كامل اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها كما كتشوفوا، ثم اطر ونص ديال مركز البرتقال زائد هاد الكاس هو. بالنسبه ليا انا هاد الكاس غادي نعصرو دابا، وهادي غادي نخشيها في الفريغو، غنديرو في الكونجيلاتور. يمكن ليكم ديروه في قرعي الزاج، الا درتوه في قرعي الزاج ما توصلوش حتى لهنا، حد هنايا كافي. عفوا، حد هنا كافي باش ما طرطق لكمش الزاجه. يمكن ليكم ديروه بلاستيكات اولا بواطات، يعني كيبقى لكم الاختيار. هو ملي كيجمد ما كيكونش حجره اولا على شكل ثلج، وانما كيكون على شكل يعني جيل، يمكن لكم تهزوا بالمعلقه منه. عنده عده استعمالات، ان شاء الله في المستقبل نخدم معكم بزاف الاستعمالات اللي كيدخل فيها هذا وهذا المركز ديالنا. كما كتشوفوا مات جوج ليلات في الثلاجه، ومع ذلك يعني عفوا في الفريكو، مع ذلك كيبقى على شكل جيل ما كيجمدش. يجي سهل انكم تاخذوا منه، يعني يكفي انكم ديروا واخا ديروا في بواطه وحده ماشي مشكل، تستعملوه تاخذوا الكميه اللي بغيتو كتردوا لاخر الفريغو. عنده عده استعمالات، سبق لي خدمت معكم عصير باناشي سريع تحضير، غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكاينين بزاف استعمالات اخرى، ان شاء الله بحول الله نخدم معكم هاد الاستعمالات ديالو. دابا غادي نخدم معكم واحد العصير حتى هو صحي جميل وعزيز عند الدراري الصغار والكبار، ان شاء الله تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. بالنسبه للعصير، عصير صحي وسهل، يعني انا عندي ثلاثة ديال الجزرات نقيتهم وقطعتهم دواور باش يسهلوا انهم يتسلقوا، سلقوا بالماء ديالهم، كنحتفظ بالماء ديالهم. عندي كميه من الفريز، يعني كميه قليله، وكنحتاجوا المركز ديالنا اللي قدينا هاك كما كتشوفوا. عاد خرجتو من الفريغو، يعني سهل، عصير سهل وصحي اللي كيوجد لينا المركز تيكون عندنا في الدار، يعني ما تلقاوش مشكل في اي لحظه قدوا العصير. ما نحتاجوش اننا عاد نطحنوا، كنضيفوا العناصر كامله، كنضيف المركز ديالي. انا درت ثلاثه المعالق كبار، يمكن لكم تضيفوا يعني على حسب الذوق، ثلاثه المعالق كبار، ونضيف الماء ونطحنوا عادي. وهو العصير صحي سهل ولذيذ واجد عندنا. وهو العصير ديالنا وجد كما كتشوفوا، قوام ديالو رائع. ما كنضيف ليش انا السكر بحكم انه المركز
فيه السكر وعندي الفريز حلو، كيبقى السكر على حسب الذوق، ونتمنى انكم تجربوه هنا الاعجاب ديالكم.